حابه انوه انه النهارده للاسف هكون لوحدي، زميلتي اميره هتغيب عننا النهارده لظروف طارئه، لكن هي حابه تشاركنا فرحتها بفوز النادي الاهلي امبارح وبعتت لنا فيديو صغير هنروح نشوفه ونرجع تاني. يا مساء الفل والخير والسعادة والمكسب الحلو على كل اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي وعلى جماهير النادي الأهلي بالأخص. مساء الفل يا هنودة، مساء الفل على مخرجنا وعلى رئيس التحرير وعلى كل كرو الأهلي اللي موجود في القناة النهاردة. طبعا أنا في الأول بس عايزة أعتذر عن عدم وجودي، أنا مش موجودة لسبب ظرف، بسبب ظرف طارئ، خير يعني إن شاء الله، بس مش هقدر أكون موجودة النهاردة معاكم. بس حسيت إن أنا لازم أطلع أبارك وأشارك معاكم فرحتي والفرحة اللي فرحناها امبارح كلنا بجد من الماتش، كان ماتش قوي جدا. ببارك للعيبة كلهم وبشكرهم على إصرارهم وإنهم فعلا يعملوا حاجة كويسة وإنهم فعلا يفرحونا، وإن شاء الله مكملين وعقبال الماتش الجاي إن شاء الله مع ريال مدريد. إن شاء الله تستمتعوا جدا بالحلقة مع هنودة، وأكيد في فقرات كتير قوي حلوة مستنياكم. بعتذر عن عدم وجودي، إن شاء الله أكون موجودة معاكم في حلقة بكرة إن شاء الله، ومبروك والنجاح لنجاح يا رب. هستناكي على أحر من الجمر، غدرتي بيا وسبتيني لوحدي في الحلقة.